مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يؤكد استمرار العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في العراق. الجيش المصري يقتل 3 إرهابيين ويعتقل شخصين بوسط سيناء، وذلك في إطار العملية العسكرية الشاملة في سيناء. مقتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية إثر غارة جوية للتحالف العربي استهدفت اجتماعا لهم بمنطقة بني فاضل بمحافظة صعدة. في أخبارنا المنوعة، دراسة حديثة تؤكد أن تطعيم الأمهات ضد أمراض الإنفلونزا أو السعال الديكي أثناء الحمل لا يشكل خطرا على الأجنة. دراسة تكشف أنه على عكس المعروف قد يؤدي تحقيق فريقك المفضل للانتصارات لزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.